سعيد بلقائكم. مرات الإنسان يتساءل شو الخلاف عليه في البلد، شو الخلاف عليه؟ الحمد لله لا واحد نايم بالشارع ولا واحد جائع ولا واحد التجئ إلى بلد ثاني من ظلم، لكن خلقوا من هالبلد كأنها أكبر بلد مفسدة، وجابوا لنا أشياء والله ما كان إنسان يفكر فيها، يعني ملايين ناس يمكن في ناس يفسدون ملايين، ممكن يحصل طلعت فوق الملايين، طلعت مليارات، وين مليارات تروح؟ إسرائيل. ومع كل هذا كلها حولت للنيابة، نريد إنها تخرجها للناس وخلينا ديوان محاسبة يستقبل أي واحد عنده أي دليل، يبي يجيب شركة خارجية يجيبها لها الحق. لكن قضاة نحن يعني نعتز فيهم، وأنا أقول لكم الساعة هذه كلها على الصوت هذا، صوت الواحد ترى والله ما في غيره، الصوت الواحد اللي خلى الدنيا. صوت الواحد في دولة ما هي صوت واحد، كل دولة غير صوت واحد. العالم وقادرين تخدم بلدك في كل محل، ما على الكرسي هو اللي يخدم بلدك. طال عمرك احنا يعني هذا انتم خدمتوا بلدكم في التلفزيون، ومو بس بلدكم حتى في دول مجلس التعاون الله يحفظك، دائما مفتوح تلفزيوناتهم عليكم وتسمعكم، وانا شاكر لي وزير الإعلام حقيقة. إي والله الشكر اسمح لي طال عمرك طلع الكوكبة جيدة. والله غنانا كل شيء. الله غنانا الحمد لله، أغنانا بالنفط وأغنانا بالتحرير. يعني بلد تحتل وسبع ثمان أشهر تحرر. والتحرر من بالعالم كله عرب وأجنبي. صح. وهذا يدل على طيبة أهلها وكرم أهلها. المستشفيات والحمد لله هي مبنية كل واحد باسمه، يعني والله يعتز فيها الإنسان ويفتخر. لا تهتموا بالناس، يعني أنت إذا ضميرك مرتاح صحيح قول كلمتك ولا تهتم. نعم نعم، مهم ضميرك إنك تريح ضميرك إنك ما أنت غلطان. سمو الأمير، الأمر لم يقف فقط على الفائدة التي عمت المجتمع في الكويت فقط، بل وصلت إلى دول الخليج. كثير من المتابعين من دول الخليج، الأزمات التي نمر بها اليوم في مجتمعنا هي تكاد أن تكون مشابهة لما هو موجود في المنطقة بشكل عام. الخليج، الخليج ككل نفس المشاكل، نفس الشبه التي تلقى. لغة واحدة ودين واحد وعيلة. ولذلك التوجيه الذي كان من قبل يعني الأخوة الأساتذة والمشايخ للمجتمع موجه لهؤلاء الشباب وللأسر وللمربين كذلك، تكون هذه التربية وفق المنهج الإسلامي الصحيح الذي يدعو إلى الحكمة والموعظة الحسنة واحترام الكبير وعدم التعدي على الآخرين. وهذا أمر لمس في الفترة الأخيرة على أشخاص، على مؤسسات، دون تثبت، دون مراعاة أن هناك حرمة للمسلم. هذه الحرمة العظيمة اللي جعلها الله عز وجل، تعدي على رجال الأمن، تعدي على القوانين. اليوم إذا كان في مكان ممنوع الوقوف لا يستطيع الإنسان أن يقف فيه، فكيف إذا جت الدولة وقالت ممنوع أنك تكون في هذا المكان لجوانب أمنية، ممنوع
انك انت تعمل هذه المسيرات، هذه التجمعات، لان تخل بالامن هذا من باب اولى ان يكون هناك التزام. هذا التوجيه كيف نصل الى الاسر اولياء امور، كيف نصل الى الشباب؟ بفضل الله عز وجل كانت هناك كثير من الامور غايبه عن الشباب، غايبه عن الاسر. كان محل الحوار في التلفزيون هو محل حوار في الديوانيات لدى الشباب، اثر تاثير كبير بفضل الله عز وجل. ثم بتوجيهاتكم الكريمه هناك بعض التوصيات حقيقه من خلال التجربه البسيطه التي بدات في هذا الشهر المبارك امتدادا لما قد سبق، وجدنا بعض التوصيات منها مزيد من التثقيف والحوار خصوصا في الجوانب الفكريه والشبه التي تلقى على الشباب واستغلال حماس الشباب بطريقه سلبيه لا تؤدي للخير. يعني نشكركم حقيقه على اتاحه الفرصه، لان احنا نعتقد ان هناك واجب تجاه المجتمع بتثقيفهم وتعليمهم بيان الجوانب الايجابيه والاضرار التي تترتب على هذه المخالفات، ليس فقط عليهم انفسهم بل على المجتمع. الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام يقول: انصر اخاك ظالما او مظلوما. قالوا: علمنا كيف ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: ان تاخذوا بيده. لازم احد ياخذ بيد هؤلاء ويوصلهم، وهذا دور المشايخ ودور الدعاة ودور المتخصصين، يقومون بالتوجيه والارشاد. وحقيقه يعني احنا نكرر الشكر لتوجيهات سموكم الكريمه وكذلك لمعالي الشيخ وزير الاعلام على ما قاموا فيه وإتاحة الفرصة لنا. وحقيقة يعني الأخوة جميعا أتوا شاكرين ومقدرين لهذه الفرصة التي أتيحت لهم لتوجيههم. حقيقة يعني أنا وصلت لي اتصالات حتى من دول الخليج، خصوصا يعني من البحرين ومن دول يعني مشابهة للأحداث اللي موجودة عندنا، دائما يعني يشكرون في هذا التوجيه، لأن التوجيه هو القيم الإسلامية. وهذا الذي تم خلال الفترة الماضية عدم الاستجابة للأحكام القضائية والتعدي عليها أمر غير مقبول. لا تنتظم الحياة. النبي عليه الصلاة والسلام وهو الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الموحى إليه يقول: من اقتطعت له قطعة من أخي فإنما اقتطع له قطعة من النار. إذن الحكم يتصور فيه أن يكون لعل بعضكم ألحن بحجتي من بعض، فمن اقتطعت له قطعة من أخي فإنما اقتطع له قطعة من النار. نتصور أن ما يكون على أمزجة الجميع الحكم، ولكن كمبدأ لابد الجميع يسلم بهذه الأحكام وإلا لا تستقيم الحياة. لذلك أنا أعتقد الموقف لوقوف الأخوة كان يعني في غير محله، طالما أن هناك حكم صدر يتم التعامل معه، وهذه أحكام يعني حسمت هذه المسائل. كذلك يعني لا يفوتنا في هذا الشهر المبارك سمو الأمير نشكركم على دعمكم الكريم والكبير للأخوة في فلسطين، وقبلها كان الدعم الكبير والإنساني للأخوة في سوريا، وهذا حقيقة أمر يسجل في صحائف حسناتكم، وشرف للكويت جميعا أن تكون دائما مبادرة في هذه الأعمال الكريمة التي تساعد إخواننا في أزماتهم في فلسطين وفي سوريا من قبل. فجزاكم الله خير حقيقة، جهود كبيرة ومقدرة من قبل الجميع في هذا البلد وعلى مستوى العالم، ليس فقط الإسلامي بل العالم أجمع، هذه المساعدات الكريمة الإنسانية التي نتلقاها منكم، وهذا ليس بغريب على سموكم. وقلنا للشباب هذه مواقعنا، هذه وسيلة التواصل، تواصلوا معنا. وجدنا منهم التفاعل الإيجابي، ما وجدنا التفاعل السلبي، بالعكس، لأن الطرح لا نتناول الأشخاص، نحن نتناول الموضوعات، نتناول المبادئ، نتناول المنهج النبوي في الحكمة، الرفق، ما دخل في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. هذه المبادئ العامة التي لا يقف أحد أمامها إلا ويستجيب، لا يستطيع أن يحاور ولا يستطيع أن يكابر على هذا الأمر. حقيقة كان هؤلاء كان رهنهم على أن لا يكون هناك توجيه ولا تثقيف للمجتمع. لما صار هذا التثقيف والمبادرة الكريمة، ولأول مرة تكون حقيقة يعني قيادة مع الشيخ وزير الإعلام أن تكون بهذه الصورة يواجه الفكر
بفكر يواجه التوجيه بتوجيه بهذه الصورة المكثفة المعمقة بذكر الحوادث من حياة النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين والتاريخ الإسلامي. نعتقد بأن كانت مساهمة إيجابية وكبيرة وهدأت حقيقة وهزالت كثير من الشبه اللي موجودة وتطرح وتستغل حماس الشباب بطريقة سلبية. استمراركم بهذا الموضوع ترى واجب إن شاء الله واجب. والله أنا طالع برة مسجد كبير يصلون فيه يعني أولا فيه شباب يفتخر فيهم فجأة يبكي عندما يدعي الإمام بالدعوة. إنما ما في لا حدود بس لا يتعدى الحدود. بذرة الخير موجودة. بذرة الخير موجودة فيه. بس هذا أنك مسلم وتخاف ربك وترضي ضميرك. لكن لا تنحرف. لا تنحرف. تعلمنا ودرسنا يعني في هذه البلد أرشود يعني في الجامعات والثانوية ثم بعثتنا الدولة إلى خارج الكويت على أساس أن نكمل تحصيلنا العلمي. يعني أغلبنا كلنا دكاترة يعني خريجين الدولة هي اللي صرفت علينا وهذا بفضل الله عز وجل ثم جهود الدولة وجهود لذلك يعني من حق الدولة علينا أن نقوم بعملية توعية الناس وتوجيههم وهذا من زكاة العلم. وفرصة يعني الشيخ سلمان الحمود لما فتح لنا المجال في موضوع التلفزيون وموضوع الإذاعة وغيرها هذه رسالتنا يعني هي دائما نتكلم فيها. وطبعا لا شك أن الجميع الموجود هنا بيعتهم واحدة بيعتهم لك يا صاحب السمو. ما عندنا بيعة حزبية ما عندنا بيعة لأحد غير صاحب يعني غير حضرتك. لذلك يعني من حقك علينا ومن حق المجتمع علينا أننا يعني نقوم بهذا الدور. ثم يعني مخالطة الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مخالطة الناس والصبر على أذاهم لا شك أن هذا يعني من أفضل الدرجات. لا شك أن طرحنا قد يؤذي يعني بعض الناس وقد يزعج بعض الناس وقد يتهجم علينا بعض الناس ولكن هذا يعني أفضل عند الله عز وجل من أن الإنسان يكبت علمه ولا يتكلم بحجة أنهم يرهبون الرأي الآخر أو غيره. ويعني ما في شك أن هذا أمر يعني الله عز وجل نتقرب به إلى الله عز وجل خاصة في الشهر هذا وهذا حق الدولة علينا. وإحنا دائما في يعني مثل ما يقولون في 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 مركب واحد وهذه السفينة يعني يجب أن نحميها كلنا وكل واحد بجهده. نسأل الله عز وجل القبول يعني مشكور على ما عندنا غيره. لا نعم أكيد. نعم الله. إحنا رحنا ترى ديار كثيرة ورحنا في القرى وأماكن خيرها واصل الأشياء في التعليم الصحة في قرى والله في سقي المياه ومنها أهل الكويت عجائزهم حضرهم وبدوهم وما شاء الله له لا خير الله حافظها سبحانه وتعالى. وهذا الأمر يعني الأمر تقوم به هذه الدولة الصغيرة التي قد لا يرى بعضها لها هذا فضل الله سبحانه وتعالى وقيادتكم الحكم اللي موجودة فيه. وحنا بخير ونعم وحرية يعني اسمح لي شرح. أنا نقول لك يبوه من يوم ما ربينا أميرنا ما نسمين لا يبوه هاي ترى حتى في الدول حولنا ما هي موجودة. وشيء اللي حدث الآن شيء مستغرب ما تربينا عليه. أنا الحين في الخمسينات وعندي عيال وعندي أحفاد لله الحمد ما تربينا على هذا الأمر. عندنا حرية عندنا نقدر نتكلم نقدر شيخنا نوصله بسهولة أي مسؤول نعمة حتى نعارض حتى الوزير منه فينا الحكومة منه فينا. فهذا لازم أن نوضح أمور ووضحنا الحمد لله بحكمة وبينا موقف الشرع منها والأخطاء موجودة. ما يقول ديرتنا ما فيها غلط ما يشوف عندنا أخطاء كيف تصحح الأخطاء. ولذلك وردت في كتاب الله عز وجل وأحاديث كثيرة تبين آلية تصحيح الخطأ وضوابط تصحيح الخطأ. ذاك تكلمنا في الضوابط كيف تكون بل تصحيح الخطأ أمر شرعي لا بد منه لكن له ضوابطه وينظر فيه في أسلوبه وبيانه. فهذه الثقافة تكاد تكون يعني الآن بعض الجهات تريد أن تعدمها من المجتمع بينما مجتمعنا لله الحمد مترابط والكويت على صغرها من أقصاها لآخرها يعني عائلة واحدة على اختلاف حتى طوائفها تعرف هذا جارك وهذا ابن فلان وهذا ابن فلان. هذه نعمة نسأل الله عز وجل لا يزيلها تحتاج شكر ومن شكرها نبين يعني فضل الله سبحانه وتعالى علينا في هذه البلد. ونشكركم جزاك الله خير يبا على الحكمة يعني سبحان الله كل ما اشتدت يعني بعض الأمور وخاف كل واحد توصل للحناجر عندنا يكون لكم موقف لله الحمد يعني حازم
وحكيم ويهدي الأمور كثيرة ولله الحمد. فأجزاكم الله خير وأحسن الله إليكم وأثابكم الله. تنفع الناس بالخير وبالعفة اللسان وعفة يعني والله ودي يا ما بقى كلمة شينا ما انذبت ما كنا نعرفه ما نكر والله ما كنا نعرفه يوم الأيام لكن الله يهداهم إن شاء الله يحفظك لنا إن شاء الله الله يسلمك منهم الهداء الهدوء والهدي لله خلينا نفكر في بناء بلدنا وفي حفظ بلدنا وبعد بعد الشر عن بلدنا وهذا اللي نقوله ان احنا محاطين بالشر بيها والله حاميها والله يحميها امين الله حاميها الله حاميها وسيحميها سيحميها ما دام فيها الطيبين اللي مثلكم ستحمى حبيبي اشيد الحقيقه في اصحاب الفضيله الاساتذه والدكاتره والمشايخ على يعني موقفهم المعهود خاصة في الظروف اللي مرت على الكويت الظروف الأمنية والحقيقة قاموا بدور توعوي وتوضيحي لخاصة شبابنا طعمرك اللي يحتاج أن تكون الرؤية عنده أوضح وإحنا بعد إذنك طعمرك أن يعني نأكد أن وزارة الإعلام بتلفزيونها وإذاعتها وإمكانياتها دائما مفتوحة للعمل إن شاء الله اللي فيه توعية والدعوة الصالحة لهذا المجتمع فودي طعمرك أقدم هالشهادة وأشيد للجهود الكبيرة لخاصة فضيلة الدكتور محمد طبطبائي والأساتذة الكرام وما هي غريبة عنهم وحنا طعمرك إن شاء الله الكويت محفوظة بقيادة سموك الله يحفظك وسمو العهدك والله خليك دائما ذخر وسند للكويت.